تتت شوارع الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة مسرحاً للفنانين الذين عادوا إليها لتقديم أعمالهم بعد غياب بسبب الحظر الذي فرضته السلطات المغربية. وبات بإمكان هؤلاء الفنانين تقديم عروضهم الفنية المختلفة دون عناء البحث عن قاعات باهظة الثمن أو معارض والتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، وتحولت شوارع المدن الكبرى إلى مهرجانات يومية شعبية. الناس اللي ما تقدرش تاخذ لي تيكي باش تدخل المسرح ولا تمشي تقطع تيكي باش تدخل السيرك ولا شي حاجة، احنا كنديروا واحد العرض هنايا في الشارع اللي ممكن يتفرج فيه اللي عنده واللي ما عندوش وهادي، وكنحاولوا نبارطاجيو هاد الدومين هذا. الحاجه الاساسيه اللي غتخليني انا نتفادى بها كما تنقولوا البطاله هو ان نخرج نشوف من القدرات اللي كاينه عندي. فنانون مبدعون لم يتعلموا ابجديات الفن داخل معاهد، الشارع هو مدرستهم وفضاؤهم، وجمهورهم هو المارة والمواطن البسيط. يقدمون الفن التشكيلي والمسرح والغناء والرقص وفنون السيرك وغيرها من الفنون التي تعرض في صالات مفتوحة مجاناً أمام المواطنين. يأمل هؤلاء في التخفيف عن هموم المواطن، لكنهم يعانون مما يقولون إنه تهميش من السلطات لهم وغياب الدعم. أعتقد أنها ظاهرة صحية وظاهرة ينبغي الاعتناء بها وتشجيعها، لأنها يعني تمنح إمكانيات للقاء مع الثقافة خارج القنوات التقليدية وخارج من يعني القاعات أو المسارح إلى غير ذلك. وبحسب بعض المغاربة فإن عودة الفنانين إلى الشارع هي بمثابة تصالح مع التاريخ، باعتبار أن فن الشارع أو ما عرف منذ القدم بفن الحلقة هو من الفنون الراسخة في ثقافة المغرب. يولا زهر الدين، بي بي سي.